رابتر بسم الله. طبعا نزول الان بننزله من غير دبل وبنطيحه في المكان هذا، المكان هذا عميق جدا يا جماعة الخير، وفي مطلع وهنا جبال زي ما تشوفون. فك قزازك عشان تسمعني احسن. بدون دبل الان؟ يلا اطلع قدام. بس خلاص تعال تعال ارجع ورا. ارجع 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 ارجع. يلا دوس فرامل وبنزين، ابغى يفحط من ورا. خلاص ارفع رجلك على الفرامل، ارجع ورا. ارجع 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 ما عليك. ارجع. الجيب هذا اية فيهم؟ هذا حق عبد الرحمن ولا مين؟ ايوه هذا. لو يجي كذا يدي اضاءة كذا جنب السيارة. ايوه انا اكون ورا بالضبط، انا اخذ نور اخليه فلاش. لا هذا تمام. لا فوق حيجي فوق الكاميرا ويعكس لي الضوء. لحظات بالله. يلا الان زبطنا النور بس. على مالك وقف قزازك دفنت عمرك. كفو روح. خلاص خليك على الجهاز. يلا ادعس ادعس زي ما هو. الان بنحاول نغرزه. طبعا بدون دبل الان. طيح الكفر. خلاص يا ابو عبد الله شغل دبل خفيف واطلع قدام شويه جرب. هذا خفيف. خلي الريشه معك في يدك. خفيف هذا؟ هذا بدون دبل ابو فيصل. لا لا شغل دبل خفيف. وعلى مهلك ما ابغى دعس جامد. اوكي طبعا تشوفوا الصدام اللي ضارب هناك. ما شاء الله تبارك الله. ارجع انا اطيحك الحين ثاني مره. فك الدبل. فك الدبل الان. لا افصل افصل الدبل. حاول تغرز الان. ارجع ورا. خلو انا ابغاه يتعلق. احنا نبغى نغرزه. يدور الكفر ذاك؟ هذا دوب وقف. عشق قدام الان. بدون دبل ها؟ بدون دبل يطلع قدام. لحظة ما يخال. ارجع ورا الان. بدون دبل خليك لين اقول لك شغل دبل. احنا الان نبغى نطيحك. يلا اوكي خلاص 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 يا ابو عبد الله شغل دبل خفيف الان. لف يسار لف يسار لف يسار لان ما ابغى يطلع. ما شاء الله تبارك الله. لف يسار لف يسار وادعس. بس يا ولد في جبال هناك. اللهم صل وسلم عليه. ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا ما نحتاج ندبل الدفلوك حقه وطلع ب... خلينا نسأله دبل خفيف هذا يا ابو عبد الله. خفيف خفيف يا ابو خالد ابو فيصل. الله يبارك لك ما شاء الله تبارك الله. ارجع بس حنحاول دحين نطيحك زياده. ارجع 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 يا شرف. ارجع ارجع ادعس. انت مشغل دبل الان. اوكي ويت. فك الدبل. فكيته. اطلع علينا اقول لك بس اطلع 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 اطلع. روح 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 روح. بس بس اضرب فرامل وبنزين الان واطلع قدام. اسوي الحفر. انا بسوي الحفر. اسوي حفر الكفرات الاماميه. فك الفرامل شويه. فك الفرامل شويه. اي روح روح. يلا خلاص 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 ارجع ورا الان. انا ابغى الان نصعبها عليه شوي كذا. روح روح. ارجع ارجع ورا ورا. صعبها عليه الان. احاول اخليه يغرز. حفرنا الكفرات الاماميه.
يلا الان ارجع ورا احفر له، قفل قزازك، خليك على الجهاز، قفل ادعس الدعسة واحدة، خليك لا ترفع وتقفل، اوكي؟ اي هو يحفر الان وينزل. هو ماسك الصدام هناك ما حينزل. ما حينزل بس هذا انا ابغى ينزل. بس هو ما شاء الله تبارك الله النظام عنده جبار ما شاء الله. يعني طلع بدون دفلوك يعني. ايه يا ابو عبد الله الان عشق دي واطلع قدام شوي. دبل. ايوه 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 دبل، خليك دبل اطلع قدام. لحظه يا هاني لحظه، لف يسار وانت طالع، لف يسار كانك تبطل عشان نبغى نصعبها عليك شويه، لف يسار وادعس. ايوه الان يعلق، روح 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 ادعس. لحظات هيا عشق ريوس ارجع ورا، هي علق الان، فين ما نغرزك عارف اغرزك انا. اضحك على مين، ما انا سويت لك فخ قدام هناك. خلاص ما شاء الله تبارك الله، وقف شغل دبل ثقيل الان. لحظه بالله انه شغل دبل ثقيل وبعدين عشق دي، استنى شويه بس يعني اعطيه كذا دبل ثقيل الان. ايوه استنى شويه بس، 5 ثواني كذا، 5 ثواني 10 ثواني وبعدين نشبك معك. يلا اوكي اطلع ورا بس، شوف فك فك على مهلك، انت ما حتحفر على مهلك. خلاص اطلع قدام، بس حطه في الان. يلا شغل دفلوكك واستنى شويه، لا تعشق بسرعه. زيد شويه، زيد شويه، روح يا وحش ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله يعطيك خير ويكفيك شره يا شنب. ذكر الله طيب يا جماعة الخير، اذكروا الله وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ما شاء الله تجربة صخرية خلينا نقول. هاني ارجع ورا وتعلق كذا مستقيم، ما عليه انا ما داري ما انت شايف، روح ارجع 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 ارجع، بس ارجع ورا عدل وارجع ورا. خلاص تعال قدام الان، خليك معي يدي، بس عدل الان، عدل عدل عدل، دركسون طالع في دركسونك كيف. اوكي يلا خلي الجيب يرجع ورا شويه، طبعا يا جماعه الخير يعني لازم الكفرات تكون اعلى من كذا. هوا لحظه ارجع يا جيب بالله ضوك، بس احنا عشان منسمين للطعوس شايف، لكن الكفرات اللي الحجار اللي هنا مساعدتنا على الشيء ده. تعال يا ابو خالد على مهلك، قول له الدركسون لا يلف، خليه مستقيم، دركسون مستقيم. لحظه اوكي، هذا اللي هي المشكله هنا معلقتك الان. ارجع ورا هاني، ابغى يعني ما ابغى بنزين، بس بريك، بس بريك، وقف ارجع ورا، لحظه اطلع قدام، اطلع قدام
بس هيرجع دقيقة دقيقة. تعال ابو خالد، ابو خالد بسرعة، خليك زي ما انت ثابت، شيل لي الوصلة هذه، روح روح. طيب يلا هذا تحرك الكفر، الحجر حط لي اياه تحت الكفر. قدم لك؟ لا لا دقيقة دقيقة ابو هاني، ولا تتحرك، واطي السيارة عندك. لا لا قدموا قدموا عند الكفر، لصقوا انت كده، تعمل له عتبة عشان يطلع يرفع شوي. روح يا سلام، بس لحظة لحظة، تعال يا ابو خالد ارجع. في شوف خلص الحجر، شيل الثاني. لحظة يعني لحظة، يلا شيل هذا وده وده ودي عتب له، سوي له عتبة، شيل هذا وحطه ورا الثاني، لأن هذه قامت الصخرة فأذت السيارة، سيارة ما فيها طبعاً مين مرتفعة كثير، فطبعاً لازم تحكحك في المقص وتحك هذا. على مهلك انزل، أنت ثبت نفسك الأول وبعدين انزل. اللي نعمله الآن شلنا الحجر، وقفناه على حجرة وحطينا الحجرة ثانية، ثابتة الحجرة ولا لا؟ إن شاء الله ثابتة، دقيقة. لا برجلك ما تثبتها. خلاص ارجع يا ابو خالد، ارجع يا ابو عبد الله، روح روح. هذه اللي العله ذي اللي ضربت في السياره تحت، ولا هو ما عنده مشكله؟ بس طبعا نظام التعليق لازم، السيارات هذه اللي بتطلع صخور ذي لازم تكون مرتفعه كثير، الرابتر ما في ما في ارتفاع. حاول تدفها ذي اثنين باي شكل، سيارة مرفوعة تطلع ما عنده مشكلة، تحك حكات بسيطة، بس السيارة هنا يعني غير. توكل على الله، لما نسوي كذا يعني كذا. زي ما انت زي ما انت، تعال ارجع يا رابطة بالراحة بالراحة. اطلع اطلع، روح روح روح، تعال علي كذا بالراحة بالراحة كذا كذا كذا، روح 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 كذا كذا كذا، ارجع ورا شوية، لف يمين مرة كذا، بس بس اطلع قدام بالراحة 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 بالراحة، عدل عدل، تعال عدل عدل عدل، يا سلام عليك يا بطل، عدل روح يسار، عدل روح روح، لا 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 تدي ارشاد، الله يرضى عليك، روح روح يا هاني، روح روح هناك بالراحة بالراحة، انزل بالراحة نزول يا هاني، خلي الفرامل دي، روح يسار روح روح، تعال علي دحين، تعال علي فل، روح يا واطل روح يا وحش، ان شاء الله تبارك الله. لازم من الحكحكة هذه ضروري، لانه انت ما انت ماشي على اسفلت. حياك الله يا شلب. اللي بعده يلا علي.